كازابلانكا، كابتن العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. كابتن عمري، اولا مساء الخير على حضرتك. مساء الخير استاذ احمد، ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا. معايا كابتن احمد ابو مسلم وكابتن احمد صديق نجمي النادي الاهلي، مشرفيني على الهواء. اهلا اهلا وسهلا بنجوم النادي الاهلي ونجوم مصر، اهلا وسهلا يا فندم. عايزين نطمئن على اجواء المباراه، اللعيبه، الاستعدادات، الترتيبات، يعني عايزين مشاهدينا الكرام في كل مكان يطمئنوا على البعثه وعلى المباراه وعلى الاستعدادات لمباراه الغد الحاسمه. والله والحمد لله نعمه من عند ربنا، هي البعثه بتاخير طبعا، بعثه برئاسه الكابتن محمود الخطيب، موجود معها مرافق الحقيقه عدد من اعضاء مجلس اداره، انا ومعايا خالد مرتجي والدكتور محمد شوقي والاستاذ طارق قنديل والنائب محمد الجرحي، موجودين احنا هنا من يوم 25 الحمد لله، موفرين داخل الاقامه في الفندق كل تركيز للعيبه، لعيبه مفصوله كامل فصل كامل عن اداره المشهد اللي موجود الحقيقه مع الاتحاد الافريقي، ان الحقيقه في علامات استفهام كتيره جدا 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 الحقيقه مع الاتحاد الافريقي في اكثر من ملف واكثر من 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 موضوع، من اول ما جينا الحقيقه في اكثر من حاجه، انما احنا الحمد لله ناجحين ان احنا نفصل لعيبتنا تماما وجهازنا الفني تماما عن كل ما يدار داخل غرف المغلقه لمجلس اداره النادي الاهلي اللي يكاد يكون منعقد بشكل دائم، موجود الحقيقه في كازابلانكا لمتابعه كل لحظه وكل نقطه وايه اللي بيتم التعامل معاه وايه اللي بيتم تنسيقه الحقيقه في العديد من النقاط الغير مفهومه الحقيقه. زي ايه؟ بالنسبه زي ايه؟ يعني من بدايه الحقيقه بعد ما جينا تم الاتفاق من خلال طبعا السفارة المصرية ومن خلال معالي السفير حياة بيبذل مجهود كبير جدا الحقيقة، الراجل هو وكل الحياة المجموعة اللي معاه، تم التنسيق على ان النادي الاهلي هيحصل على تذاكر المباراة بشكل مميز بشكل 10,000 تذكرة هياخدهم الحياة لحد اللحظة دي، التذاكر الحقيقة اللي بتيجي للنادي الاهلي عدد محدود جدا، 300 تذكرة في 200 تذكرة في 500 تذكرة لا يتعدوا 2000 تذكرة، ويحددوا اماكن الحقيقة هيتم البيع ويتم التنسيق معانا الحقيقة مين المندوب اللي هيبقى موجود من النادي الاهلي ونوفر مندوب ويعلن عن مكان ونعلن لجماهيرنا. احنا عندنا هنا كمان جاليه كبيره جدا، احنا الجاليه المصريه هنا حوالي 11,000، احنا الارقام دي واخدينها حقيقه من السفاره المصريه، وبالتالي احنا عندنا فرصه ان جماهير مصر كلها وجماهير النادي الاهلي اللي موجوده في المغرب انها تحضر المباراه. انما واضح جدا ان الكلام ده مش على هوا الاتحاد الافريقي ان يكون النادي الاهلي ممثل بجماهيره بالشكل الكبير وبالشكل المظبوط. فاحنا لحد اللحظه اللي احنا فيها هنا اهو، احنا امامنا قبل المباراه 24 ساعه وبيتم التلاعب كل شويه بموضوع وكل شويه بكلمه وكل شويه بده، واحنا خدتوا كام تذكره لحد دلوقتي؟ مستغربين. 2000 تذكره، 2000 تذكره اللي موجودين لحد اللحظه دي، ده خلاف حاجات ثانيه كتيره الحقيقه. نفس القصه بنرات النادي الاهلي اللي تم الاتفاق على انها تتحط وتتعلق في الاماكن اللي مخصصه للنادي الاهلي في الاستاد، لحد اللحظه دي الناس بترفض، مره يقول لك ايه لازم نراجعها عشان ما تبقاش فيها اشتعال، وهي معموله بنفس الخامات. احنا فاهمين كويس احنا بنعمل ايه كمجلس اداره النادي الاهلي، معموله بنفس الخامات اللي موجوده اللي بتعمل بيها الاتحاد الافريقي البنرات بتاعته اللي هي ما بتشتعلش، وفاهمين ده يتم مراجعتها من خلال الحمايه المدنيه، وبعدين يقول لك ايه طب بكره هنسمح لكم تعلقوها، لا مش بكره، لا حصل تعديل. لحد اللحظه اللي النهارده موجودين، كنا في الاجتماع الفني الصبح واكدنا على ده، وتاكد لنا من مندوب الاتحاد الافريقي اللي كانوا حاضرين، كان في اجتماع النهارده، اجتماع مهم جدا بالنسبه لنا، اتحطت فيه كل النقاط، كان حاضروا الحقيقه المهندس خالد مرتجي والكابتن حسام غالي وممثل فريق الكوره، وكل الكلام ده تم التنسيق على الكلام ده كله، وبعد ما بنخرج الكلام ده ما بيتنفس. لحد اللحظه دي يقول لك بكره هنسمح لكم، بكره ازاي؟ ده انا عندي مباراه بكره.